في مدينة بلغراد، فهيا بنا. كاتدرائية القديس سابا تبلغ مساحة بلغراد 360 كيلو متر مربع. كيف حالك؟ بخير. شو اسمك؟ شيكا. شيكا؟ حتى تمكن السلطان سليمان الأول القانوني من فتحها بتاريخ 28 أغسطس سنة 1521 للميلاد. هذه حديقة منجاز، لأن علو أحد اللاهوتيين الذين يعزونهم في ديانتهم. ما شاء الله الجو ماطر، ولو أن الآن المطر خفيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمام فندق تسلا أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في لقطات جديدة ومقاطع شائقة أكثر فائدة في مدينة بلغراد عاصمة جمهورية صربيا، فهيا بنا. تبدأ رحلتنا الآن في التجول في أنحاء مدينة بلغراد أو بلغراد أو بيوغراد، ونحن نرى ذلك المبنى الأبيض والأخضر والذي يمثل كاتدرائية القديس سابا. شدني هذا المنظر ونحن نتمشى في بلغراد حتى نصل إلى وسط المدينة القديمة. سميت بلغراد أو بيوغراد بهذا الاسم لأن الاسم هذا مكون من تركيبين، بيو أو باو ومعناه الأبيض أو البيضاء، وغراد أو غريد معناها البلدة أو المدينة، فلذلك تسمى بلغراد بالمدينة البيضاء. هذا هو علم جمهورية صربيا، أحمر وأزرق وأبيض. أما عدد سكان المدينة يناهزون 1,200,000 نسمة. أظن هذا القديس الذي سميت عليه هذه الكنيسة سابا. نعم، هذا هو سنت سافا أي القديس سافا. بالنسبة لدولة صربيا، وقعت تحت مملكة المجر في 1025 للميلاد حتى 1521 للميلاد، ثم وقعت تحت الدولة العثمانية منذ عام 1521 حتى 1718 للميلاد، وأيضا من عام 1739 حتى عام 1815 للميلاد. كانت بلغراد ومحيطها الموقع الذي نشأت فيه أكبر حضارة جوب تاريخية أوروبية، ألا وهي حضارة الفينكا، والتي ظهرت حوالي الألفية السادسة قبل الميلاد. صنفت بلغراد مدينة كاملة الحقوق خلال العهد الروماني، وبحلول عام 520 للميلاد كان الصقالبة السلافيون قد استوطنوها بشكل دائم. عرفت بلغراد 115 حربا خاضتها أمم مختلفة لتسيطر على المدينة بفعل موقعها الاستراتيجي، وقد تمت تسويتها بالأرض تخيلوا 44 مرة على يد بعض تلك الجيوش. وخضعت بلغراد خلال العصور الوسطى لسيطرة الروم البيزنطيين
والفرنجة والبلغار والمجر والصرب. وفي عام 1521 فتحها العثمانيون بزعامة سليمان الأول القانوني، وتحولت إلى عاصمة لبشلق سمندرية، واستحالت أهم المدن في أوروبا العثمانية وإحدى أكبر المدن الأوروبية. تبلغ مساحة بلغراد 360 كيلومتر مربع، وبارتفاع 117 مترا عن سطح البحر. إذن تعتبر مدينة بلغراد بهذه المساحة من أكبر مدن جنوب شرق أوروبا، وبالذات في دول البلقان. الجو الآن في أواخر شهر ديسمبر بارد، يعني تبلغ درجة الحرارة تقريبا 7 إلى 8 درجات مئوية. نحن الآن سنذهب إلى هذه الساحة لنتعرف على ما فيها من معالم. أرجو أن تكون التغطية واضحة إن شاء الله وليست ثمة عراقيل. وبصحبة هذه الطفلة الصغيرة، كيف حالك؟ بخير. شو اسمك؟ شيخة. شيخة؟ شيخة. شيخة أم شيخة؟ شيخة. والشيخة شيخة. شجرة باسقة وفارعة في الطول، هذا نصب لهذه الشخصية المتوفاة 1898 للميلاد. يمكن استقراء الشخصية في جوجل. وهذه شخصية أخرى أيضا. لما فتح العثمانيون صربيا أو مدينة بلغراد بالأحرى، أطلقوا عليها اسما عربيا، سموها دار الجهاد، كونهم اتخذوها نقطة الانطلاق والجهاد في أوروبا. فتح العثمانيون معظم القسم الشمالي من الإمبراطورية الصربية، وحاصروا بلغراد للمرة الأولى سنة 1440 للميلاد دون أن يتمكنوا من دخولها، ثم عاودوا الكرة مرة ثانية في سنة 1456 للميلاد تحت قيادة السلطان محمد الثاني الفاتح، الذي عقد العزم على فتح المدينة كونها كانت تشكل العائق الأكبر أمام تقدم الفتوح في أوروبا الوسطى، فحشد جيشا كبيرا فاق عدد الجنود فيه 100,000 جندي، وضرب الحصار على بلغراد، لكنه فشل في اقتحامها بعد أن استبسل المقاومون في الدفاع عنها بقيادة يوحنا هونياد المجري. وقد قيل آنذاك أن هذه المعركة كانت ستقرر مصير المسيحية، وقد أمر البابا كاليستوس الثالث أن تدق أجراس الكنائس في جميع أنحاء العالم المسيحي طيلة أيام الحصار عند الظهر من كل يوم، وذلك دعوة للمؤمنين كي يصلوا لنجاح المحاصرين في دفع الجيش العثماني عن المدينة. استمرت بلغراد عصية على الفتح العثماني طيلة 7 عقود، حتى تمكن السلطان سليمان الأول القانوني من فتحها بتاريخ 28 أغسطس سنة 1521 للميلاد بجيش قوامه 250,000 جندي. وقد نقل العثمانيون جزءا من سكان المدينة من صرب ومجر ويونان وأرمن إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، حيث سكنوا الناحية المعروفة حاليا باسم غابة بلغراد. لا أزال وإياكم أيها الأخوة والأخوات في تجوال بالمشي في العاصمة الصربية
بلغراد. هذه إذن حديقة منجاز في وسط مدينة بيوغراد أو بلغراد الصربية. وأقف الآن بإزاء هذا النصب، هو نصب تذكاري مخصص للحاكم الكبير وسلف العائلة الصربية نيمانجيتش ستيفان نيمانيا، تم تشييده في المكان الذي تندمج فيه شوارع نيمانينا وكاراوروفا رمزيا. هذا النصب الرائع من عمل النحات الروسي ألكسندر روكافيشين نيكوف، واتبع الفنان فيه المدرسة الروسية التقليدية، مما يعني أبعادا أكبر وقاعدة كبيرة معقدة. لهذا السبب بدلا من أن يرتكز ستيفان على قاعدة عادية، يقف على خوذة بيزنطية متصدعة ترتكز على أربعة أرجل على الأرض، يبرز منها صولجان الحاكم. كما تم تزيين الجزء الداخلي من قاعدة التمثال بمشاهد من حياة ستيفان نيمانيا. يبلغ ارتفاع النصب التذكاري 23 مترا ويزن 68 طنا، وفي يده اليمنى يحمل نيمانيا سيفا، وفي اليد الأخرى يحمل ميثاق هيلاندر. وكانت هناك تكهنات مختلفة بأنه كان يجب أن يحمل صليبا بدلا من السيف، لكن النحات أوضح ذلك مؤكدا أن نيمانيا لديه بالفعل صليب على صدره وليس بالضروري تكرار الدوافع. هذه إذن نبذة عن ذلك النصب. الملاحظ أن بلغراد فعلا مدينة كبيرة تستحق التجول أكثر من 3 أيام. المبنى الأصفر هذا الذي وراء النصب هذا من أقدم محطات القطارات في بلغراد. هنا محطة الحافلات العامة. أحاول الآن البحث عن كاونتر لمحطة الباصات حتى نسأل عن الباص الذي يتوجه إلى مدينة بودغوريتشا عاصمة مونتينيغرو أو الجبل الأسود. يبدو أنها ها هنا المكان، سنسأل إن شاء الله. ما شاء الله الجو ماطر، ولو أن الآن المطر خفيف. بالنسبة للباحثين عن الذهاب من بلغراد إلى بودغوريتشا وهي عاصمة الجبل الأسود أو مونتينيغرو، محطة الباصات التي خلفي، الحافلة تأخذ تقريبا 3000 دينار صربي، يعني ما يعادل 117-120 درهم إماراتي، لكن الحافلة تأخذ من 10 ساعات إلى 12 ساعة تقريبا. هذا للعلم فقط من محطة الباصات أو الحافلات هذه التي خلفي. أما القطار فيأخذ حوالي 13 ساعة، ولكنه قطار قديم، لذلك من يريد السفر إلى بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود أنصحه بقطع تذكرة الطيران تعادل 100 دولار تقريبا للون واي. هذه إذن بعض اللمحات التاريخية حول مدينة بلغراد الصربية، سجلتها ووثقتها لكم هنا في هذا المقطع في يوم السبت 25 من شهر ديسمبر 2021 للميلاد. شكرا لكم على المتابعة.